بسم الله. لو انا عندي ريلينج بالشكل دوت، بس انا عايزه يطلع حته زياده كده من الاخر، لو الجزء اللي فوق ده يحصل له انحداث. طيب ممكن اعمل الموضوع ده بطريقتين، ان انا اقرب الماوس من الريلينج وادوس تاب عشان اعمل سيلكت للجزء اللي فوق، وهدخل اديت واعدل الخصائص اللي هنا. تمام، يعني اقول له مثلا عايز اعمل اكستروشن، عايز اعمله مثلا بمقدار نص متر مثلا، مد كده. طب انا عايزه مثلا للوول، فيبدأ يروح ناحية الوول. طب أنا عايزه للفلور، فتلاقيه نزل لحد الفلور. لأ ده أنا عايزه هنا للبوست، فيلف لحد أول الريلينج بشكل دوت. الأمر الآخر إن أنا ممكن أعلم على الريلينج دي كله وأقول له إيديت. طيب هتدخل هنا هتلاقي التوب ريل، خلي بالك إن في هنا الجزء دوت خاص بالريلينج دوت، تقدر تدخل هنا هتلاقي كل واحدة من الريلينج دول بعددهم موجودين هنا ما عدا التوب. التوب لوحده موجود هنا. تمام، تقدر تيجي هنا التايب وتدوس هنا، لازم خدت نفس القايمة اللي جبناها لما قربنا من هنا ودوسنا على التاب. تقدر برضو تعدل من هنا، تختار الاختيار اللي انت عايزه.